من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير موقع لمنظومة هيمارس الأمريكية من قبل طاقم منظومة اسكندر التشغيلية التكتيكي التابعة للقوات المسلحة الروسية. وذكرت الوزارة أنه نتيجة للضربة الروسية تم تدمير منظومة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع ومركبتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وأفادت بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كوربيت والقضاء على القوات الأوكرانية التي كانت في البلدة.